كأن هناك ممرا يصل بين مكتبة درب المعرفة وأي مكان أو بلد قد تقرأ عنه. ومن خلال هذا الممر مر أمناء المكتبة في 6 رحلات مميزة. كان يا مكان في قديم الزمان 4 بلدان يسكنها أهل الكرم والجود، يتشابهون باللغة والثقافة. شجرة البرتقال في بلادهم تغنى الكثيرون. هالبلدان الأربعة طول عمرها بمثابة إخوان، بأهلها وثقافتها وريحة الياسمين والزيتون فيها وقهوة أهلها وسهلة اللي بتدل على كرم وجود أهلها. بأنامل ستاتها نحاكي النسيج ونعرفت الحياكة والتطريز. هالحرفة عبر آلاف السنين صدرت الكثير من المنتجات، أهمها قماش البروكار اللي بينصبغ بمكونات طبيعية مثل السماق والكركدة والزعفران. ومن سيقان المحاصيل الجافة صنعوا العديد من الأدوات بحرفة صناعة القش. هالبلدان مشهورة بصناعة الصابون من زيت الزيتون، خيرات أرض كنعان بكل الأشكال والألوان. واستخدام زيت الزيتون ما كان حكر على صناعة الصابون، فأكلاتهم المشهورة مثل المسخن والتبولة وكبيس المكدوس المكون الرئيسي فيه هو زيت الزيتون. ومن معالم الفرح عندهم اجتماعهم بالأفراح برقصة الدبكة، والحطات تختلف بالشكل واللون من منطقة لمنطقة. ولأنه الحياة الاجتماعية مهمة كثير بحياة أهل هالمنطقة، بيجتمعوا بقهوة أبو جورج ليلعبوا زهر ويسمعوا الحكايات والقصص من الحكواتي مثل طرائف جحا. ومن أشهر الشعراء بهالبلاد الشاعر محمود درويش اللي حبوا أشعاره الكبار والصغار، واللي من أشهر قصائده نحن نحب الحياة. بدأت الثورة العربية الكبرى في حزيران من عام 1916 بقيادة ملك العرب الشريف الحسين بن علي ومعه أحرار العرب ضد اضطهاد حكومة تركيا الفتاة اللي سيطرت على الدولة العثمانية. واستمرت هالثورة لغاية تحقيق هالبلدان غايتها بالاستقلال. هالبلدان الأربعة المتشابهة باللهجة لكل منها كلمات بتميزها عن الثانية، ومنها جوك وتستخدم للتحية، ترويقة واللي معناها فطور، أما المقشة فهي المكنسة المصنوعة من القش، وبالنسبة للبيارة فمعناها المزرعة، والحاووز فهو خزان الماء. وإنتوا كمان تقدروا تسافروا على هالبلاد من خلال مجموعة من الكتب اللي رح أقترحها عليكم. الأول كتاب غسان كنفاني أرض البرتقال الحزين، كتاب يالو بحث الأطفال في ذاكرة الكبار، وأخيراً كتاب هيطلية، وغيرهم من العناوين اللي موجودة بجميع فروع مكتبة درب المعرفة وكمان عبر مكتبتنا الإلكترونية. فكركم وين كان أمين المكتب اليوم؟